يا راية التوحيد ساس المبادئ، يا راية التوحيد ساس المبادئ، هي قبلة اللي نحو مكة يصلوا، تذهب عين الليلة هي عدد أنواع الغيوم تحاول تجمع نقاط عشان توصل للمرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة اللي هي مستويات الغيوم، يجيك حروف متقاطعة وتحاول ترتبها على حسب مستوى الغيوم. ما شاء الله. ويضيف الله علي مراوي من تعليم عسير من ثانوية الفتح بابها. ما شاء الله. فكرة اللعبة أسئلة وأجوبة، وعندنا شو اسمه ذا ترتيب صور وأنواع الغيوم والتروث البيئي، أسئلة وأجوبة والترتيب. يوسف بن أحمد الطاهر من ثانوية الإمام النووي في محافظة الأحساء. زي ما هو معلوم أخذت المركز الثالث على مستوى المملكة. يمكن أنا المشروع الوحيد اللي كان عبارة عن تطبيق بالجوال، وكان عند تطبيق أندرويد، استخدمت فيه عدة برامج منها أندرويد ستوديو، واستخدمت لغة الجافا كتطوير للبرنامج. جمعت هنا في الشاشة الرئيسية الأشياء الأساسية في كبرنامج جلوب، كموقعهم والنبذة عنهم، بعض التعليمات. وعندي هنا عبارة عن ثلاث مستويات، كل مستوى يتخصص ببنية محددة. فالمستوى الأول عن البرنامج بشكل عام كبرنامج جلوب وتعريفاته، بينما الثاني عن الضغط الجوي ولكن بشيء بسيط كمبتدئ، والمستوى الثالث هو اللي يتعمق أكثر. واللي يميز هذا الشيء انه ما يمديك تنتقل الى مستوى الا لما تحقق نتيجه معينه في المستوى اللي قبله، بحيث انه يتاكد من فهمك للمستوى اللي قبل ما تدخل في التعمق. معاكم الطالب ماجد سلام الضلعان من ثانويه الملك سعود من منطقه الحدود الشماليه. هو برنامج حقي برنامج تعليم ثقافي، وهو برنامج يكون من 15 سؤال. البرنامج مكون من 15 سؤال، كل سؤال فيه ثلاث اجوبه، اجابه واحده هي الاجابه الصحيحه. هذه نفس صفحة البداية، كل الحقوق محفوظة. يضيف 50 نقطة لحسابك، وإذا مثلا جبت الإجابة الخاطئة مثل ما أنت شايف ينقص 50 نقطة من حسابك. والسلام عليكم. بالبداية اسمي زياد أشرف سليمان، من ثانوية رواد الأهلية، من منطقة القصيم. اللعبة استخدمنا فيها بروتوكول درجة الحرارة والمناخ. في البداية حطينا أول شريحة فيها معلومات رئيسية عن درجة حرارة، بالبداية معلومات عالمية. عن درجة حرارة، بعدين معلومات تخص منطقة الخليج ومنطقة المملكة، أعلى درجة حرارة سجلت وأخف درجة حرارة سجلت. منطقة تعليم الباحة ثانوية العفوس. في اللعبة يعتمد على أسئلة وأجوب. ثانوية العفوس. اللعبة يعتمد على سؤال وجواب، وتعتمد على بروتوكولات البيئة بشكل كبير يعني. مثلا إذا جبت إجابة صحيحة تطلع أصوات التصفيق،
أو إجابة خاطئة فتطلع الصوت الإجابة خاطئة يعني، ونبدأ من جديد اللعب. سلامتك بس. طبعا ابنكم الطالب خالد مبارك الدوسري من إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر، أنا المسؤول عنه، والطالب صار له ظرف واعتذر. طبعا زميل معلم، أنا معلمة. طبعا المسابقة عبارة عن أسئلة، 10 أسئلة، كل سؤال مكون من 3 خيارات، هذه واجهتها. طبعا اخترنا مسابقة أو أنواع الغيوم في بروتوكول الغلاف الجوي، هذه واجهة المسابقة أو اللعبة، عبارة عن سؤال ندرج تحت 3 خيارات، أيقونات تحت اسم المشارك أو المسابق، عدد الأسئلة أو السؤال اللي أنت الآن في صدده، هذه تحطها في الصندوق الخاص بها، تحصل على نقطتين عند إدخال اللعبة الصحيحة، والوقت المتبقي 20 دقيقة. دار التعليم تبوك، اللعبة تتكلم عن بروتوكول التربة، هي عبارة عن أسئلة وخيارات. ابدأ اللعبة. أفضل أنواع التربة الزراعية هي طينية، في حال إجابة صحيحة تطلع هذه مع إضافة مؤثرات تحفيزية له. جهاز قياس حموضة التربة البي إتش. الاسم علي يحيى أحمد، أهل مشاري عسيري، بالمرحلة المتوسطة من إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع. قمت بتصميم وتنفيذ لعبة إلكترونية على شكل مسابقة، ذلك في مجال بروتوكول الغيوم ضمن مجال الغلاف الجوي. هدفي من إنشاء لهذا توضيح أنواع الغيوم بشكل سهل ومشوق. كنا ناخذ على شكل مواد ومناهج، الآن جعلناها كلعبة تكون جاذبة للمشاهد. الآن هذه القائمة الرئيسية للبرنامج، تتكون من اسم اللعبة، اختبر معلوماتك في الغيوم، واسم الطالب، واسم المعلم المشرف عليه، واسم البرنامج، واسم المدرسة. ننقر على زر القائمة، تتكون القائمة من ست أسئلة مرتبطة ارتباط تشعبي. أنا مثال، نختار السؤال الأول. إجابة صحيحة. السؤال الأول، تصنف الغيوم من ناحية الشكل والتكوين إلى نوع واحد، نوعان، 3 أنواع. عندك إجابتين مرتبطة ارتباط تشعبي بالإجابة الخاطئة، وإجابة مرتبطة بالإجابة الصحيحة. مثال، نختار نوعان وهي الإجابة الصحيحة. انتظر لنا هذه القائمة. والاسم لعبتي رحلة المليونير نسخة جلوب. اللعبة مأخوذة فكرتها من برنامج كان ينعرض في بريطانيا، هو وانتس تو بي مليونير. أخذت نفس الفكرة نفس التصاميم، وأخذت بدل أحط أسئلة عامة حطيت أسئلة لها علاقة بجلوب. مثلا خلينا نروح، مثلا عندك هنا السؤال على سبيل المثال، فلو مثلا اللي انت قاعد تعطيه السؤال ما عرف الإجابة، فمثلا يضغط 50-50 فيبقى له جواب صحيح وجواب خاطئ، فخلنا نختار مثلا الجواب الصحيح، فيقول له انه مثلا انت ربحت 125,000 ريال. نفس الفكرة. اسمي احمد يوسف لزع، من محافظة الاحساء الاهلية، مدارس الانجال الاهلية المتوسطة. اللعبة اسمها لعبة كوكب المعلومات، وهي عبارة عن اسئلة واجوبة تتحدث عن بروتوكولات الجلوب المتعلقة بالتربة والغيوم والطقس. عند بدء اللعبة يوجد لديك 3 فئات عمرية، وكل فئة عمرية لها 3 مستويات، وكل مستوى مختلف الصعوبة عن المستوى الآخر، ويوجد لديك 10 ثوان للإجابة، وعند الانتهاء من اللعبة يمكنك إغلاقها، ولكن يمكنك تخطي المستوى الأول بدون لعب المستوى يمكنك تخطي المستوى الأول للعب المستوى الثاني. اسمي بدر علي الغامدي، إدارة التعليم عسير. اسم اللعبة اختبر معلوماتك في جلوب البي، وهي مسابقة على شكل أسئلة، ولكل سؤال 4 اختيارات، ولا يمكن المسابق انتقال للسؤال التالي اللي عنده اختيار الإجابة الصحيحة. لعبتي عن بروتوكولات جلوب، وهي تصميم سؤال في بطاقة و4 اختيارات، وفي الإجابة الخاطئة يظهر لها اللون الأحمر وصوت مميز لها. هذه الإجابة الخاطئة، وفي الإجابة الصحيحة يظهر لها اللون الأخضر وصوت مميز لها، وهكذا تستمر اللعبة. قبل لا تمشي عندها هدية بسيطة.
شكرا. الله يحفظ. شكرا. اللعبة بسيطة جدا، البروتوكولات الأهم الثلاث الموجودة بالحقيبة، ما ركزت على شيء ولا تركت شيء، بسيطة جدا، طبعا اختيار متعدد، سؤال وثلاث خيارات، خيار صحيح وخيارين خطأ. طبعا الخيار الخطأ بيطلع حظ أوفر، نفسه بس بيطلع أحسنت، وفي خيار العودة للجدول إذا كنت بتكمل يعني. الصحيح الطريقة. وضعنا مقدمة البرنامج وفيها العنوان وفيها معلومات عن اللعبة. عند البدء في اللعبة يظهر موسيقى لعبة كراش لوضع الحماس للاعبين، السؤال في أعلى اللعبة، يوجد شكل السحاب هنا وخيارين لتسهيل اللعبة وأجزاء مضللة. عند الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح يكتمل شعار اللعبة. تتكلم عن الغيوم، وتهدف هذه اللعبة إلى التعرف على اسم العلمي للغيوم وأشكال الغيوم وصفات وخصائص الغيوم، بحالة لو الطالب أخطأ راح يطلع مثل ما تشوفون. للأسف إجابة خاطئة. بحالة الطالب أجاب الإجابة الصحيحة. أحسن. وتتكون من أكثر من مرحلة أو أكثر من أسئلة، وبالنهاية إذا تبي تعرف على النتيجة كل عليك إنك تضغط على هذا الزر راح يعلم. اسم اللعبة الضغط الجوي، ويعبارة عن ثلاث ألعاب داخل لعبة واحدة، والهدف منها أن تعزز مفهوم بروتوكول الضغط الجوي، وكل لعبة فيها مراحل متعددة عشان بحيث يفهم، واللي يميز اللعبة أنها مشوقة وممتعة. طبعا أبو ركان، بالنسبة للتحكيم اللجنة اللي حكمت، حنا اللي حكمنا، يعلم الله هم ما يعلمون عن أي اسم، الاسم الطالب واسم عمله ملغي، والتحكيم على العمل، وما صار فيها كانت اللجنة ثقة إلى أبعد درجة، فيها رجعيات من التقنية أو إدارة التقنيات، وفيها زملاء كثير من عدة أماكن من الإدارة العامة للتعليم منطقة القصيم، ما يعلمون عن الاسم ولا يقرون اسم الإدارة، يشوفون العمل فقط، والعمل اللي يطلع هو اللي يترشح. رجال تربية. الله يحفظ. ومربين على القيم يعني. الله يجزاك خير. الله يحفظ. السلام الملكي. سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و
يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نخل القصيم تراقصت جذلا، والطير غنى اليوم محتفلا، والرمل في ربواتها عبقت، فيه النسائم وازدها وعلا، بقدوم أرباب الحروف وأسياد العلوم وأهله النبلاء. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن القصيم يميس، إن القصيم يميس مجتذلا، بكم القصيم يميس مجتذلا. مرحبا بضيوف القصيم، مرحبا بالإبداع العلمي وطلابه المخترعين، طبتم وطاب ممشاكم، رفرفت بزيارتكم أروقة الحسن بن الهيثم وابن النفيس وردهات الرازي والخوارزمي، تبوأتم طريقا تضع الملائكة أجنحتها لذويه، فسعدت بكم قلوب العصافير التي تصطف كل صباح لتشدو بالسلام الملكي تحت راية التوحيد لوطن راسخ وقيادة راشدة ورؤية تطويرية واعدة. سعادة مدير العام التعليم بمنطقة القصيم الأستاذ عبد الله بن إبراهيم ركيان، سعادة مشرف عام النشاط العلمي بالوزارة الدكتور عبد الله بن عباد الله أثبيتان أثبيتي، حفلنا الكريم لحظة تكريم ألعاب قلوب عرض فيلمي للتعريف بالبرنامج. طالب أحمد فهيد، مكتب العرضية الجنوبية، إدارة تعليم القنفلة. أشكر مدرسة الجوف على اختياري وجعلي أظهر موهبتي في الحاسب، وأشكر منطقة القصيم على الاستقبال، وشكرا. لأنه النشاط العلمي المحتفى به دوليا، إذ يعنى بمقومات حياتية هامة يحضر بعنفوانه عبر أعظم ثروة ولبنات مجتمع، فالأبناء وقدراتهم ومواهبهم بحاجة ماسة لمضامير التنافس. لذا كانت رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوابة عظمى للتطوير العلمي والتقني والبحوث العلمية وبناء الشخصية ومتابعة مستوى التقدم في النتائج. ومن هذه المنطلقات كانت وزارة التعليم سباقة في التخطيط والتنفيذ من خلال البرامج العلمية، مثل برنامج جلوبال بي إي الذي يعتبر من البرامج المهمة في المناشط العلمية التنافسية الباعثة على اكتشاف القدرات، لأنه يعنى ببروتوكولات بيئية مختلفة تتناول درجات الحرارة والضغط الجوي والرطوبة النسبية وكمية الأمطار وأنواع الغيوم والتربة. ولأهمية تقديم هذه المعلومات بشكل مختلف وجذاب، لذا سعت إدارة النشاط الطلابي ممثلة بقسم النشاط العلمي بعدة وسائل منها الألعاب التعليمية، فانبثقت فكرة هذه المسابقة ورأت النور بشكل مميز. فبعد تبلور الفكرة وضعت الأطر المنظمة للمسابقة، وكان المستهدف طلاب برنامج جلوبال بي إي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، واستضافت منطقة القصيم هذا النوع من التكريم امتدادا لما يجده الطلاب من حفاوة ورعاية نظير ما يقدمونه من إبداعات لافتة. ومنذ اللحظة الأولى سعت إدارة تعليم القصيم وبمتابعة دقيقة ووقوف مستفيض من سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ عبد الله بن إبراهيم ركيان للتواصل المستمر مع كافة الإدارات التعليمية في المملكة. وكان التفاعل أكثر من رائع، وأعطى المؤشرات الممتازة لمنافسات متميزة في كافة تفاصيلها. وبعد استقبال المنطقة لمشاركات الجميع من الإدارات كافة،
ثم كانت المرحلة الثانية بالاختيار الدقيق من المشرفين والمعلمين المختصين محكمين لأعمال الطلاب، وكانت أغلب الألعاب المقدمة محل حيرة اللجنة لجودتها وما يملكه الطلاب من قدرات ومواهب. وبعد الفرز والاستعراض والتدقيق خلصت اللجنة لاختيار 10 ألعاب تعليمية من كل مرحلة، وأتت على النحو التالي: نتائج المرحلة الثانوية. المركز الأول: الطالب تركي بن عبد الله السلمي في لعبة غيمة جيل المعلومات من إدارة تعليم جدة. المركز الثاني: ضيف الله بن علي أحمد في لعبة أنواع الغيوم من إدارة تعليم عسير. المركز الثالث: يوسف بن أحمد يوسف في لعبة جلوب البيئية من إدارة تعليم الأحساء. المركز الرابع: الطالب ماجد بن سلامة العنزي في لعبة الوصول إلى الهدف من إدارة تعليم الحدود الشمالية. المركز الخامس: الطالب زياد بن أشرف خريشي في لعبة ساهم في طقسك من إدارة تعليم القصيم. المركز السادس: الطالب فيصل بن سالم القرشي في لعبة لغز الصور من إدارة تعليم الطائف. المركز السابع: عبد العزيز بن عطية الزهراني في لعبة سؤال وجواب من إدارة تعليم الباحة. المركز الثامن: الطالب خالد بن مبارك الدوسري في لعبة تصميم ألعاب جلوب من إدارة تعليم وادي الدواسر. المركز التاسع: الطالب سعود بن عيد المطيري في لعبة نحو بيئة أفضل من إدارة تعليم المهد. المركز العاشر: الطالب هاني بن حمد الندوي في لعبة المستكشف من إدارة تعليم مكة المكرمة. نتائج المرحلة المتوسطة: المركز الأول: الطالب زياد بن أحمد ربيع في لعبة الضغط الجوي من إدارة تعليم القصيم. المركز الثاني: الطالب محمد بن أحمد العصيمي في لعبة تعرف على الغيوم من إدارة تعليم الزلفي. المركز الثالث: الطالب أحمد بن فهيد القرني في لعبة الغيوم من إدارة تعليم القنفذة. المركز الرابع: الطالب عبد الله بن فيصل العامر في لعبة جلوب من إدارة تعليم عنيزة. المركز الخامس: الطالب منصور بن فارس السبيعي في لعبة بروتوكولات جلوب من إدارة تعليم الشرقية. المركز السادس: الطالب بدر بن علي الغامدي في لعبة اختبر معلوماتك في جلوب من إدارة تعليم عسير. المركز السابع: الطالب أحمد بن يوسف الهزاع في لعبة كوكب المعلومات من إدارة تعليم الأحساء. المركز الثامن: الطالب هاشم بن مازن صلاح في لعبة رحلة مليونير جلوب من إدارة تعليم الرياض. المركز التاسع: الطالب علي بن يحيى آل مشاري في لعبة اختبر معلوماتك في الغيوم من إدارة تعليم رجال ألمع. المركز العاشر: الطالب عبد الإله بن علي العنزي في لعبة من سيربح النقطة من إدارة تعليم تبوك. كل عبارات المباركة للفائزين وإداراتهم وأسرهم، شاكرين ومقدرين جميل مشاركات الجميع، وقمة السعادة للقصيم ومن حولها بلحظات التتويج واستقبال الفائزين واستضافتهم. وكانت اللجان العاملة في إدارة النشاط قد استعدت وبدأت أعمالها منذ وقت مبكر، مرتبة للاستقبال وإعداد المكان اللائق وتجهيز المعرض الخاص بالألعاب الفائزة، وهو ما يعطي المساحة المتميزة باطلاع كل طالب على الأعمال الفائزة الأخرى، مما يثري تبادل الخبرات ونقلها للقاءات وملتقيات أخرى. الشكر المفعم لوزارة التعليم ممثلة بإدارة النشاط العلمي أن منحونا فرصة التنظيم، والشكر بداية لسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل وسمو نائبه على الدعم والتشجيع والتوجيه للتعليم وأبنائه في المنطقة. فأهلا وسهلا بالأبناء ومرافقيهم على أرض القصيم، منتظرين لحظات لقاء آخر. حفظ الله ديننا وقيادتنا وأمننا. أصحاب السعادة، حفلنا الكريم
كلمة الطلاب المشاركين يلقيها نيابة عنهم عن الطلاب عبد الله بن فيصل العامر من إدارة تعليم عنيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين، أما بعد، يسعدني ويشرفني أن أتحدث نيابة عن الطلاب الفائزين بمسابقة تصميم ألعاب برنامج جلوب البيئي في هذه المناسبة الغالية على أرض القصيم. يعتبر برنامج جلوب البيئي من البرامج البيئية التي تهتم بشكل مباشر بالبيئة ببروتوكولاتها المختلفة مثل الغلاف الجوي ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية والتربة والغيوم وأنواعها والماء. وتعتبر مسابقة تصميم ألعاب برنامج جلوب البيئي فرصة متميزة لنا بالتنافس الشريف في تصميم ألعاب تعليمية ساهمت بشكل كبير بتنمية مهاراتنا البيئية ببروتوكولاتها المختلفة وتطوير لمهاراتنا التقنية بتصميم لعبة تعليمية عبر برامج مختلفة. وفي الختام أهنئ نفسي وأهنئ زملائي الفائزين بمسابقة تصميم ألعاب برنامج جلوبال بي اي من جميع الإدارات التعليمية، وأتمنى أن لا يقفوا عند هذا الحد، بل تعتبر هذه المسابقة بداية الانطلاقة لتصميم ألعاب تعليمية مختلفة. كما لا يفوتني أن أشكر وزارة التعليم على تنفيذ هذه المسابقة التي استفدنا منها الكثير، وكانت فرصة التقاء وتعارف بين أبناء دولتنا الغالية. وشكر خاص للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بمديرها سعادة الأستاذ عبد الله بن إبراهيم أركيان على الجهود الفاعلة في استضافة المسابقة وتحكيم أعمال الطلاب وتكريم الطلاب الفائزين، سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. اسأل ربوع الجزيرة واسأل المصمك صفحاتها المجد دولتنا السعودية، ركايب العز عند عتبها تبرك وطيورها بس محرر الندوية. رسمنا العود شرع الله والمسلك واشبال الشم من جمته مروية، قدام بيته ومن قصد المنسك يلقى من المملكة ترحب وتحية. اسأل ربوع الجزيرة واسأل المصمك صفحاتها المجد دولتنا السعودية، ركايب العز عند عتبها تبرك وطيورها بس محرر الندوية. راضها دون الوطن يهلك وفضل رب العباد الدار محمية، لعيونها كل صعب بالمدى يدرك انصونها نرمي المخدوع في غاية. محمد برؤيته
نحبك نحب جبالك ونخلك نشوف صافي ثراك قصور مبنية. اسأل ربوع الجزيرة واسأل المصمك صفحتها المجد دولتنا السعودية ركايب العز عندنا تابها تبرك وطيورها بس بحرار الندوية. حاد القصايد على تشريفكم أول طاروق فرحات لقاكم هو يهذريبه قصي منا وانتظاره جيتك طول يقول مرحاها لا مكانة الغيبة. حاد القصايد على تشريفكم موال طاروق فرحات لقاكم هو يهذريبة قصي منا وانتظاره جيتك طوال يقول مرحاها لا مكانة الغيبة. كل التراحيب سله درجة بحور القصايد لجلك نجيبه. عاد القصايد على تشريفكم موال طاروق فرحات لقاكم هو يهذريبه قصي منا وانتظاره جيتك طوال يقول مرحاها لا مكانة الغيبه. اقلت تفضل على التعليم والجوال انتم لها التاج لو كثرت مناديبه ثروة بلد من شبابه والوطن عول فيكم دروع اهلي يا هدت مخاليبه. عاد القصايد على تشريفكم موال طاروق فرحات لقاكم هو يهذريبه قصي منا وانتظاره جيتك طوال يقول مرحاها لا مكانة طلب المجد فكرة والعطى ضور يجمع شتى العلوم ويكتسي. صايد على تشريفكم موال طاروق فرحات لقاكم هو يهذريبه قصي منا وانتظاره جيتك طوال يقول مرحاها لا مكانة الغيبة. أصحاب السعادة حفلنا الكريم كلمة الوزارة يلقيها مشرف عام النشاط العلمي بالوزارة الدكتور عبد الله بن عبيد الله أثبيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. طبعا يعني مصطلح دارج يا حبي لكم للقصيم، يعني فعلا يعني كل هرمونات السعادة تحركت يعني، وكان يعني شيء جميل يعني، ويعني أبرمت وحقيقة يعني لو أعددت كلمة يعني من الطبيعي جدا أني الآن يعني أغير فعلا يعني وش اللي أنا بقول. سعادة مدير عام التعليم بمنطقة القصيم الدكتور عبد الله الركيان
سعادة المساعد، مدراء المكاتب، مدراء الإدارات، مشرفي النشاط العلمي بالإدارات العامة والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، وزملائي مديري السابق الأستاذ يوسف الضالع، وزملائي بالنشاط الطلابي. يعني أنا جدا 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 سعيد وفخور، ويعني الشعور أحيانا لا يوصف، والتعبير يعني يعجز عنها الإنسان، يعني خاصة يعني إذا كان يعني خرج من منطقة يعني كان له فيها مسيرة علمية وتعليمية، وصحب أخيار كانوا له مساعدين وموجهين ولهم فضل، يعني ومن لا يحفظ الفضل للناس ليس له حق عند رب العباد. فشكرا جزيلا لكم، شكرا من الأعماق. بعد ذلك صدر قرار معالي وزير التعليم بتكليفي منسقا عام لبرنامج جلوب، وهذا تكليف في البداية أنا رأيته فعلا رأيته صعب في ظل التحديات الكبيرة، لكن بعد احتكاكي مع الميدان وجدت أن الطاقة الخفية والوزن الثقيل فعلا ليس في المنسق الذي يدير البرنامج في إطاره النظري الكبير بوزارة التعليم، ولكن الثقل الحقيقي هو في الزملاء مشرفين النشاط العلمي بالميدان. حرصت في صباح هذا اليوم قبل يعني أن نشوف الأعمال والإبداعات اللي هي جزء من برنامج جلوب البيئي أن أطلع على الموقع العالمي لبرنامج جلوب البيئي، وأبشركم لا مثيل لنا، لا مثيل لنا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أبداً. السعودية هي رقم واحد، تحدينا الخليج، تحدينا جميع الدول العربية، تحدينا جميع الدول الأفريقية، واليوم يعني أكبر بشرى يعني وأضافت لي سعادة إن أكبر دولة قدمت عدد أبحاث للمعرض البيئي الافتراضي 2018 نافست الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والدنمارك والبرازيل هي المملكة العربية السعودية، حيث قدمت 70 بحث في مختلف بروتوكولات برنامج جلوب البيئي. المملكة العربية السعودية العام الماضي مثلت في الولايات المتحدة الأمريكية في نيوهافن ببحث وكان يعني مميز جدا، وأشيد فيه في وكالة الفضاء ناسا، وهذا العام بإذن الله عز وجل بما رأيت يعني من إبداعات أنا متطلع بإذن الله عز وجل أن أشارك بفريق من الأبحاث اللي حقق نتائج بإذن الله عز وجل في الجي آي أو في إيرلندا بإذن الله عز وجل. طبعا هناك تحديات كثيرة يعني سواء اقتصادية أو يعني تعيق بعض البرامج في النشاط العلمي، فعلا أنا لا أنظر لها أنها معيقات أبدا، بل أنظر أنها تحديات. وأبشركم يعني كان في تواصل مع المكتب التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا شغالين الآن طبعا لنا على الخطين شغالين، يعني احنا شغالين على ان العام القادم باذن الله يكون فيه برنامج تاهيلي للمعلمين والمنسقين وورشه تاهيليه للطلاب باذن الله عز وجل في برنامج مركزي كهذا البرنامج. وضعنا الخط البديل نشتغل على المدارس البيئيه الافتراضيه، وحققنا يعني جهد كبير باذن الله عز وجل، وقريب باذن الله بيكون فيه دوره اونلاين لجميع منسقي الادارات التعليميه، الجميع حيشتغل سواء من منزله او من المدرسه او من مكتبه، يعني بشكل يعني جدا جميل وتعليمي، وفتح المجال للجميع للتعليم اونلاين مباشره مع الولايات المتحده الامريكيه. لنا يعني جهود، وانا اذا قلت لنا لا اقصد عبد الله الثبيتي فعلا، ولكن انا اقول لنا الادارات التعليميه بالمملكه العربيه السعوديه. بالامس كان مدير المكتب الإقليمي بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا يشيد بأفضل فيلم، أفضل فيلم توثيقي لبرنامج جلوب البيئي، وهو صادر من إدارة تعليم الأحساء، وبإذن الله عز وجل أنه حيطلع قريبا. ويعني هذه الجهود يعني هي جهود زملائي بإدارة التعليم الذين يسبقونني في الخبرة، ويعني بعضهم تاريخه في النشاط العلمي فعلا بعد ما تعرفت عليهم كان يعني تاريخ بالنشاط العلمي بتاريخي منذ تعييني في سلك التعليم. فشكرا لكم جميعا. بعد ذلك يعني أنا يعني ممتن لسعادة مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، فأشكره من أعماق القلب، شكرا لك الدكتور عبد الله الكيان، شكرا لمساعدك، شكرا لمديري السابق الأستاذ يوسف الضالع، رجل الكلمة والشاعر والأديب، يعني والآن يعني هو يعني ذكرني بأشياء قديمة بالطائف بصراحة، وأثار يعني مشاعر كثيرة، يعني كويس أني ما قمت وأعطيت يعني بيتين.
شكرا لزملائي بالنشاط العلمي الأستاذ منصور المطيري والأستاذ بدر المرواني، الرجل الذي لمست فيه الدقة العالية في الإنجاز والسرعة، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأستاذي الفاضل عبد الله العامر بالنشاط العلمي أيضا. شكرا لكم جميعا، والقصيم يعني على ما نسمع يا حولي اللي ما له بريده يعني، لكن انا اشكركم مره اخرى وبالتوفيق ان شاء الله وباذن الله اني اتطلع البرامج المركزيه حيث ثبت نجاحها في جميع مناطق المملكه، يعني لا قصور في الجميع، ولكن فعلا يعني رايت برامج جدا جميله في تعليم القصيم. اشكركم مره اخرى ودعائي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الآن لحظة التكريم، تفضل سعادة المدير العام والدكتور عبد الله الثبيتي مشرف عام الوزارة وسعادة المساعد للشؤون التعليمية في لحظة تكريم الطلاب الفائزين. أولا نبدأ في المرحلة الثانوية. المركز الأول تركي بن عبد الله السلمي، المشرف المتابع يظهر مع الطالب تركي بن عبد الله السلمي. نعم. المركز الثاني ضيف الله بن علي أحمد، إدارة تعليم عسير. الجوائز عبارة عن أجهزة آيفون وساعات أبل وأيضا أجهزة سامسونج. المركز الثالث يوسف بن أحمد يوسف، إدارة تعليم الإحساء. المركز الرابع ماجد بن سلامة العنزي، إدارة تعليم الحدود الشمالية. المركز الخامس زياد بن أشرف خريشي، إدارة تعليم القصيم. يتفضل المشرف منسق قلوب في المدرسة ومدير مكتب الغرب ومدير المدرسة لاستلام الدروع. فيصل بن سالم القرشي، إدارة تعليم الطائف. المركز السادس السابع عبد العزيز بن عطية الزهراني، إدارة تعليم الباحة. المركز الثامن خالد بن مبارك الدوسري، إدارة تعليم وادي الدواسر. التاسع سعود بن عيد المطيري، إدارة تعليم المهد. المركز العاشر هاني بن حمد الندوي، إدارة تعليم مكة. مدير مدارس الرواد الأهلية الأستاذ صالح الهويبي. صورة جماعية لطلاب المرحلة الثانوية. المرحلة المتوسطة زياد بن أحمد ربيع، المركز الأول إدارة تعليم القصيم. يتفضل مدير مكتب عقلة الصقور لاستلام درع تذكاري ومدير المدرسة ومنسق برنامج قلوب. المركز الثاني محمد بن أحمد العصيمي، إدارة تعليم الزلفي. المركز الثالث أحمد بن فهيد القرني. أنتم لها التاج لو كثرت مناديبه
عبد الله بن فيصل العامر إدارة تعليم عنيزة. المركز الخامس منصور بن فارس السبيعي إدارة تعليم الشرقية. المركز الخامس منصور بن فارس السبيعي إدارة تعليم الشرقية. المركز السادس بدر بن علي الغامدي إدارة تعليم عسير. المركز السابع أحمد بن يوسف الهزاع إدارة تعليم الأحساء. هاشم مازن صلاح إدارة تعليم الرياض. إدارة تعليم رجال ألمع علي ابن يحيى آل مشاري. المركز العاشر عبد الإله ابن علي العنزي إدارة تعليم تبوك. صورة جماعية لطلاب المرحلة المتوسطة. شكر خاص لكل من حضر هذه الفعالية من مدراء المكاتب ومن مدراء الإدارات ومن زملاء المحكمين أمضوا وقت كثير في تحكيم هذه الأعمال. الأستاذ سامي المرشود، الأستاذ سامي الجعيثن، الأستاذ وافي، الأستاذ منصور أنطيري، والأستاذ بدر المرواني أعضاء لجنة التحكيم. صورة جماعية لأعضاء لجنة التحكيم. إدارة تعليم القصيم تقدر جهود الجميع لحضورهم وتفاعلهم، وتقدم هدية لمشرف الوزارة الدكتور عبد الله بن عبيد الله الثبيتي. شكرا للجميع، شكرا لمدير إدارة تعليم القصيم، شكرا للمساعد للشؤون التعليمية، شكرا لمدراء المكاتب، شكرا لجميع اللجان، شكرا لكل من حضر، شكرا لمدراء المكاتب على حضورهم وتفاعلهم، شكرا للجميع. يا راية التوحيد ساس المبادي، يا راية التوحيد ساس المبادي، قبلة اللي نحو مكة يصلوا، المبادئ قبلة اللي نحو مكة يصلي.